السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صامدي. هذا النهار ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلقة ديال العلاج ديال الكوليستيريديا. كما سبق لي درت واحد الفيديو على هذا المرض، لاحظوا ان الحمد لله ان الذكر ديالنا ها هو شفية من الكوليستيريديا. الكوليستيريديا كنت وريتكم واحد الفيديو، هذا الذكر هذا سموقع له انه انتما تبارك الله راه يتحرك مزيان دابا ولا مزيان، كانت ما بقاش كيقدر يلقح، والديفو ديالو هو انه هانتوما ها هو دابا ولا طبيعي 100%. هانتوما كما كتشوفوا دابا الكرش ديالو تفشت ولا كياكل. شوفوا الماكله اللي راني حاط له هنايا، هانتوما ما بقاش الماكله، راه واكل. كانش وليتكم في الفيديو السابق انه الكرش ديالو منا ومنا، يعني هانتوما راه كيتحرك، راه كان ما كيقدرش يتحرك صافي. هاد يعني البطن ديالو حدث له واحد الانتفاخ من هنا ومن هنا، سموقع انه لصق مع الكاج، مابقاش ولا قادر انه يتحرك صافي، ما ولا مشكل كبير. ويعني هاد المشكل هذا يعني شي مزارع كبار لقاو هذا المشكل هذا، لدرجه انه الارنب كينفجر، يعني ملي كينوضوا في الصباح يعني كيلقاوه المصارن ديالو خرجوا، يعني صافي ما بقاش خدام، كيولي يعني التلقيح ما يلقحش، ما ياكلش، صافي كيحبس. حنا كنقولوا كيحبس الى ان توصلت بهذا الدواء اللي الله يرحم الوالدين، واحد الشيخ كبير هو اللي عطاني هذا الدواء هذا، وهو النعناع مطبوخ. النعناع مطبوخ هو هذا، يعني هذا الدواء هذا كنقسم لكم بالله انني درته خطا واحده، يعني ما زدتش الخطره الثانيه كاع، يعني في نهار واحد فش الارنب وجاب الله التيسير، ولا يعني احسن من الاول، ولا كيلقح ولا مزيان، يعني صافي. هاد المرض هذا مناش من سوء التغذيه، ان انا مشيت عطيت لولادي يبقاو يعطيوه الماكله، يعطيهم الماكله، كنتفاجئ باللي عطاوهم القشور ديال الخضر، يعني وكثروا على القشور ديال الخضر وما كانش مغسوله مزيان هذيك القشور. يعني انا قلت السبب هو هذا. المهم منين نشوفوا حنا انتوما باللي كاين واحد الذكر او انثى يعني الكرش ديالها يعني تحجرت صافي، ولات يعني ما بقاتش خدامه، يعني هي ماشي منفوخه بالهواء كما عودتكم، يعني الا كانت منفوخه بالهواء هذوك راهم لي غاز، ممكن ان ديروا غير بيكربونات الصوديوم كديروها مع الماء كيجيب الله تيسير. ولكن هذه ملي كتشدوا الارنب كتلقاوه متحجر في كرشو، ولكن ملي كتمخطوه كتلقاوه بحال الماء، بحال اللي هو قربه مملوءه بالماء ومتحجر للغايه، ما قادرش ينوض، ما قادرش يتحرك صافي. هو عباره هاد الكلوريكسيديا هي عباره عن تراكم الفضلات وقبض، هو امساك كما حتى الانسان بخطرات كيجي الامساك وكيحس بالدوخه، كيولي ما كيدخلش للطواليت بزاف المرات، واحد اللقطه كيمشي عليها الطبيب كاع كيتحسر. حنا كنقولوا كيتحسر، كذلك الارنب وقع له انه تحسر، ما بقاش قاد انه يعني تمشى صافي، ما يقومش بالوظائف ديالو. ومؤخرا لاحظت انني الذكر هذا عطيته لواحد جوج نتوات وكان كيلقحهم، حتى كنتفاجئ انه ما بقاش كيلقح، ولا يعني غير راكد، وهي راه كانت باديه هذيك الامساك، كان باديه. يعني منين درت له هذا الدواء راه كنقول لكم يعني بدون حلفان ان هاد الدواء راه طبيعي 100%، ويعني درته خطره واحده، يعني ما يمكنش ان خطره واحده انه يفك بهذه الطريقه هذه. يعني درت محقنه كهادي انتوما يعني باش يشربوا مباشره في الفم، راه عندي واحد المحقنه، المهم محقنه درت عمرتها شويه بهذا المحلول هذا اللي هو عباره غير شويه ديال الماء، نقولوا كاس ديال الماء وواحد العريشات ديال النعناع. نعناع يعني عادي اللي كديروه في اتاي، كطبخوه بما كيطبخ
كتشدو تبردوه باش ما يتحرقش وتعطيه له، يعني كونوا متاكدين ان هذا الدواء هذا راه فعال وجد فعال 100%. يعني الناس اللي ما عندهمش هذا المرض هذا انا كنحاول نعطي معلومات ديما، يعني باش 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 تكون عندكم المعلومه، يعني بصفر درهم ممكن انكم تنقذوا هذاك الارنب ايا كان، يعني الكبير او الصغير، يعني اللي عاد قبل الفطام ولا بعد الفطام او ذكور بالغه او اناث، كل شيء هذا الشيء النعناع، يعني الماء مع النعناع يطبخوا وتكبلوا فمه باش يقدر يشرب، والغد ليه ان شاء الله كتلقاوه كيتحرك بحيويه وكيتفش، يعني سبحان الله، يعني النبته معجزه، انا كنعتبرها النبته معجزه. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، وتكيو على زر جيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.